أسعد الله أوقاتكم بكل خير، موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة السعودية، أهلا بكم. لا تزال إصابات كورونا في المملكة تشهد ارتفاعا يوميا في الحالات المؤكدة والحرجة والنشيطة، حيث أعلنت وزارة الصحة مساء أمس عن تسجيل 386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 369961 إصابة، من بينها 2327 حالة نشيطة، منها 401 حرجة. كما تم تسجيل 283 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 361237 حالة تعافي، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 6397 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. وقد تصدرت الرياض إحصائية الإصابات ب 154 حالة، تليها المنطقة الشرقية ب 110 حالات، ثم منطقة مكة المكرمة ب 54 حالة. ودعا وزير الصحة دكتور توفيق ربيع الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمحافظة على المكتسبات المحققة خلال الأشهر الماضية من انخفاض في أعداد الإصابات والحالات الحرجة في جميع مناطق المملكة، وقال إنه تم مواجهة الصعاب بتعاون الجميع، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات وعدم السماح بعودة الخطر بسبب التهاون. كما دعا الدكتور ربيع إلى العمل على تذكير أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وأضاف ليكن شعارنا نتعاون ما نتهاون. ويعد هذا الشعار نتعاون ما نتهاون هو شعار حملة توعوية أطلقتها وزارة الصحة، والتي تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسعيا للحد من انتشار فيروس كورونا. وبدورها أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكثر من 1500 منشأة، وذلك لمخالفتها الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا خلال جولاتها الرقابية في كافة مناطق المملكة في الفترة ما بين 3 و5 من فبراير الجاري. أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرارية إتاحة استخدام تطبيق توكلنا مجانا وبدون احتساب تكلفات البيانات لجميع المستخدمين، وأوضحت أن المبادرة تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية المشتركة، إضافة إلى جهود المتواصلة لشركة الاتصالات لدعم استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية في مواجهة الجائحة. أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة المملكة في علاقاتها الدولية تأتي وفاء بالتزاماتها التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المعلمي في كلمة المملكة خلال الحدث الافتراضي الذي نظمه تحالف الأمم المتحدة للحضارات إلى أن العالم أصبح بحاجة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى في عالم يهدده انتشار الأوبئة والأمراض ويسلب أمنه وسلامه قوى الشر والتطرف. وقال معاليه إن ما تشهده من هجمات إرهابية على الأماكن المقدسة ودور العبادة والإساءة للرموز الدينية عوامل خطيرة تتطلب وقفة جادة وصادقة من المجتمع الدولي لمواجهتها ومعالجة أسبابها. وأفاد المعلمي أن نشر قيم التسامح وتقبل الآخر هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب، مؤكدا بأن المملكة دأبت في علاقاتها الدولية على ترسيخ نهج التعددية وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوة تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركيا المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت ولله الحمد صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. ختام الموجز، نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.